مالوش انتماءات خالص. لكن احنا هنا بنتكلم عن اخطاء واضحه في حاجتين كويسين قوي، حكايه الانتماء. وفعلا انا مره قلتها كابتن اسلام ضحك، حتى مش فاكر حضرتك كنت معانا في حلقه، يعني قطع لسان اللي يجيب سيره مد الايد يعني. لا 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 ده كلام الحقيقه الواحد واثق منه. لا لا لا، لكن انا بامانه شديده انا خلاص يعني قررت ولا اقول تاني انا السودان نمره واحد ولا نمره اتنين الا ماتش بماتش. لا ماتش بماتش ايه، شوط بشوط. اما يعمل شوط كويس اقول ده احسن حكم الشوط ده. أيوه. لانه فعلا احنا بقينا بنفيه عليهم بالقاب، وبعدين الهيا بيحرجونا. صحيح. انا في ناس بتقول لي مش حضراتكم بتقول والبنا ده احسن حكم. صح. يا عم انا البنا احسن حكم وانا شريكه جايب انا صفرتين معايا مثلا ورايتين، هو حر بقى يشيل شيلته. أيوه. اذا يعني بنحاول نقفل الموضوع ده. اذا هناك خطا واضح من كابتن البنا في مباراته امس، المباراه اللي اتلعبت امبارح ما بين الابيض والازرق بغض النظر عن اسماء الفرق، ولكن هناك خطا حدث اليوم في مباريات اليوم النهارده كان ازرق واعتقد اورنج حاجه كده. فبالتالي احنا هنا بنتكلم عن اخطاء تحكيميه واضحه بتحدث في الدوري المصري، يجب ان يكون هناك وقفه. رئيس لجنة الحكام بيطلع يقول كلام الصبح وبعدين ينفيه بالليل، فبالتالي احنا هنا بنتكلم عن أمور يجب أن تتوقف خلال المرحلة القادمة. وفي نقطة أتمنى أن ده يحدث، في نقطة كمان يا إسلام، الحكم أهم عنصر في اللعبة حقيقي، لأن هو المؤثر في نتائج المباراة إطلاق. يعني الملعب يا إسلام لو وحش عنصر من عناصر اللعبة. صحيح. الملعب صحيح. ده بيبقى وحش على الفرقتين، الملعب ده مفتوح فيه هواء على الفرقتين. انما الحكم هو اللي متحكم في ان يعني في نتائج المباريات باخطاء. لا هم خلاص هم ما بقوش بيشعروا يا كابتن ان هناك حساب الحقيقه. يعني صحيح. ليه؟ لان انت في الاخر، انا فاكر الكابتن بنا ده السنه اللي فاتت باين طلع قال لو ان الفار قال لي على ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي اعتقد لكنت احتسبتها. أيوه. طب ما الصباحي قال لك امبارح ادي له حقه حتى، قول انا لما روحت اتفرجت، الا لو كان النور كان قاطع بقى قول لنا النور كان قاطع في البيت اشوفه اقول لكم، لكن انت مطنشنا محدش عايز يرد. يبقى فعلا ولا يوم من ايامك يا مستر كلاتنبرج للامانه يعني. يعني كان الرجل يخرج بشرح. هو مشي ليه بالمناسبه؟ مشي ليه؟ لانه طبعا لم يتحمل ان ما فيش اتحاد كوره. راجل بيروح يلاقي مبنى بيطلع الدور الثالث ما بيلاقيش حد الا في الدور الثالث في اتنين قاعدين، ما فيش حد تاني في الدور اللي التاني. هو التالت ده بتاع الماليات؟ لا لا اللي هو في يعني الاوضتين بتوع الحكام. بس الماليات الراجل عارف القبض يعني كده 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 هيقبض. لا يعني ما فيش حمايه، ما فيش حمايه يعني بيطلع يتقال عليه اي حاجه، لانه كان ده بقى للامانه بحلو بمره الاول قبل حلو. صحيح. اللي كان ممكن يفيد ليه؟ لانه على الاقل كل اسبوع كان بيحترم الناس وبيفعل فعل من افعال اوروبا. صحيح. بيخرج يقول ماذا حدث بين الفار وطاقم التحكيم. برافو عليك يا استاذ عصام، نفسي اعرف هي ايه المشكله. ده مش سر. نفسي اعرف هي ايه المشكله لما يتم اختيار ثلاث حالات جدليه كل اسبوع، والثلاث حالات جدليه هيبقوا موجودين ومعروفين ومصر كلها بتتكلم فيهم. يعني الناس كلها النهارده بتتكلم عن ايه؟ مباراه مودرن والبيراميدز. الناس كلها بتتكلم امبارح عن مباراه ايه؟ الزمالك وسموحه. فالالعاب اللي حصلت هنا وهنا يعني، فبالتالي الالعاب الجدليه موجوده يا جماعه. ليه؟ نفسي اسال يعني. انا نفسي بجد اعرف. حضرتك حضرت الراجل كان بيعمل كده؟ كلاتنبرج. كلاتنبرج كان بيعمل كده طبعا. انا بقى احيي هذا الرجل مره اللي اخرى. انا عايز اقوله هو بعيد عننا اهو. اللي انا عايز اقوله حاجه تانية. يعني الفار لما بيبعت للحكم بيبقى حوالي مثلا 85% في حاجه في اللعبه طبعا. بعد ما تمشي يعني انت فاهم ازاي؟ يعني الفار شايف حاجه فبيقول ان الحكم ما خدش باله او ما شافهاش. انت رايح على حاجه مهمه قوي، بس كمل. يعني انت فاهم ازاي؟ الفار قاعد عشان شاف حاجه في اللعبه دي. لا الفار باينه والحكم ما شافهاش. الفار امبارح هايل على فكره. يعني انت فاهم ازاي؟ امال نادهلك ليه لو هي عاديه وما فيهاش شد؟ لا ولا ما هو قبلها في كوره كابتن البنا حسبها ركله جزاء لنادي الزمالك بالظبط، وراح للفار ورجع ولغاها لانها واضحه برضه. بالظبط واضحه ان هي مش ركله جزاء. يعني الراجل خد الكوره. حاجه مهمه قوي حضرتك اكدتها، هي الفكره في ال 85% انه وارد جدا برضه ان يكون له حكم الصافره راي مخالف في الصوره اللي او الصور اللي او مجموعه المشاهد اللي جمعهم له رجل الفار. تمام. هنا يقتل الشك باليقين فكر اللي حاصل في بلاد
احنا مش احسن مننا. الخروج بحالات ثلاث او اثنين حسب من المحلل بقى واحدة. مش محللين اي حاله يعني. صحيح. المحلل اللي هو رئيس اللجنه ده عشان يقول الحاله اللي كان فيها 85% ده ربما ابو صفاره قال للراجل التاني الاقل خبره لا خد بالك اصل دي مش دي. انما لا انت عايز تقول ولا احنا عارفين انها 85% ولا احنا عارفين انت قلت كده الصبح ولا ما قلتش كده ولا ما قلتش ولا وبالليل. ده انا ممكن اقول لك هو ده كان البنا ولا لا. يعني موصلين كده. الحقيقه التصريح صعب جدا يعني اما تمسكه من اوله لاخره كده. يعني واحد بتاع الصبح ولا بتاع بالليل؟ ما يعني انا خلينا في الصبح بقى عشان عريق بقى. ده عريق والله. ده عريق اصل اللي بيطلع الاول ده بيبقى الصح. بتاع الصبح في القناه 24 بتاع بالليل عدى امير هشام. دي في حد ذاتها برضو انا ممكن اقول حاجه بس اتمسك بيها عشان ما ينفعش اقول حاجه وارجع اقول تاني. محدش يعني انت فاهم. محدش فاهم. تاني حاجه وانا اللي خايف منها ان مبدا في الاداره بيقول اهم حاجه هو تصحيح الاخطاء. صحيح. تصحيح الاخطاء. فلما انت اسلام طالع او الراجل خواجه طالع بيبرر حاجه يبقى انت بتساعد المخطئ ان خلاص العمليه برضو كل مره هيطلع لي تبرير وهتمشي. فعمرك ما هترتقي، عمرك ما هتصلح. يا جماعه لماذا هذا الظلم يعني البين في المباراتين امبارح والنهارده؟ يا جماعه ده ظلم بين يعني من الحكام، ظلم واضح. ويعني تخيلوا بقى حضراتكم ده لو بيحصل ضد الاهلي ولا مع لما النادي الاهلي كان بينزل بيان ولا حاجه كنت تقعد تقولوا النادي الاهلي وبيقول بيانات وبيقول مش عارف ايه والكلام ده كله. يا جماعه هو في كده في الدنيا ان ترى مستوى التحكيم بهذا الشكل؟ هل ده الطبيعي؟ هل احنا من الطبيعي ان احنا لما نشوف مثل هذا المستوى في مباريات اخرى؟ مباراه الدوري العام، الدوري المصري ده بتاعنا يا جماعه، بتاعنا اهلي وبتاعنا زمالك وبتاعنا اسماعيلي وبتاعنا كلنا. فمن حقنا ان احنا نتكلم ومن حقنا ان احنا نقول ان هناك امور بتحدث في الحالات التحكيميه سواء في مباراه اليوم امام بتاعه مودرن فيوتشر وبيراميدز او مباراه امبارح الزمالك وسموحه، بغض النظر برضو عن اسماء الفرق. هو التحكيم وصل لكده ازاي بعد ما كان في القمه؟ لا في مجموعه في مباريات امم افريقيا. لا ده دول بس علشان عارفين ان فيها كاس عالم والسبع الاف بالجنيه تبقى 7000 بالاخضر. معلش بقى انا المسؤول يعني. طب الحاجه الاهم ان هم بقوا بيعملوا حاجه خطيره جدا، بقوا بيلعبوا لعبه السوشيال. النادي الاهلي الرسمي قال مش عايز حكام من عرب شمال افريقيا، ولا جاب سيره حكام من عرب شمال افريقيا ولا يحزنون. لكن مش النادي الاهلي ده اللي كل شويه في قناه او في اعلام او حتى على سبيل اي حد من نجوم النادي الاهلي في استوديو بيقول كلام منطقي بلاش عنهم عن الكره عموما. طب يلا يا عم احنا نخلي ايه الواقع الاليم يخليه وراح يلعب في تونس الخضراء يشتبك مع حكام الشمال العربي الافريقي اللي ما جابش سيرتهم اصلا. النادي الاهلي يا جماعه لو عايز حاجه بيعملها بشكل رسمي رسمي. لو عملها بشكل رسمي يعني لو النادي الاهلي بعت رسمي لاي حد في لاي مؤسسه في العالم يحصل ايه؟ بيتم ان هو بيبعت رسمي وبيبعت للمركز الاعلامي نسخه. فين؟ اشكرك. نعم مش هكمل خلاص. بيبعت للمركز الاعلامي ولقناه النادي الاهلي ويقول لهم يا جماعه الكلام ده رسمي يعني ده بعتناه رسمي طالما احنا ما اتكلمناش فيه وطالما المركز الاعلامي لم يعلن عنه اذا هو امر غير رسمي لم يتحدث فيه احد في النادي الاهلي ولا من قريب. كابتن عشان تعرف ان اللي بيقول كده مغرض ضد النادي الاهلي اولا الف باء في كل العالم لما بتبقى فرق من عرق واحد ممكن يجيبوا لهم حد من حكم من هذا العرق. يا اخي افهم يا اخي انت ما رحتش سنه 6. طيب خليني اقول لحضرتك